بدي صاحب الشقة يا أختي. خير أخي؟ شو بدك بصاحب الشقة؟ في تبليغ باسمه مشان يحضر بعد بكرة على المحكمة يا أختي. ياه! تبليغ باسمه لجوزي؟ ولي عامته وشانه شو عامل؟ أنت ناديله وأنا بفهمه شو الموضوع. بس يا أخي أنا جوزي مو هون معنا. معناتها بعد إذنك تفضلي وقعي لي على المحضر وتبلغي عنه. لا يا ولي على عامتي إن شاء الله. شو وقع ما وقع؟ بلكي الموضوع فيه مسؤولية. الموضوع بسيط يا أختي، تفضلي وقعي وبس. عم قلك لك أخي ما بحسن، ما بقدر وقع عن جوزي. شو بقى عم تسمع؟ يا أختي الموضوع بسيط. طيب رح مد إيدي وقع لك. تفضلي وقعي لي هون. ايوه هون. تفضلي. بس اخي انت ما فهمتني، شو عامل هذا المغضوب جوزي لك؟ شو عامل؟ انت قري وبتعرفي لحالك يا اختي. شي على قامتي ان شاء الله، ولي على قامتي ان شاء الله. ايوه، دعوه قدح وزم زم وزم على المدعو معروف. ولي على قامتي ان شاء الله. هذا اسمه لجوزي لك. الله لا يعطيك العافيه يا معروف. لك الله لا يوفقك. الهي يخرب بيته. الهي مين زامم وقادح حدا؟ أكيد اسمه موجود هون، هذا اللي زامه وقادحه. يا لا والله مو حاطينه لاسم المدعي، مو حاطينه. معناها السيرة كبيرة كبيرة كتير كبيرة السيرة. كفي ليرة شوف شو بدهم. وعليك الحضور للمحكمة 3/22 الشهر الجاي، وإلا ستتعرض للغرامة المالية والجزائية. ولي على شبك طولي بالك علي شوية. بدي احكي معك. شو في خير؟ لكن منين؟ منين بتجي الخير لك نواصي؟ ليش شو صاير؟ فهميني. اترك من ايدك وتعال فورا حالا على البيت. لك خير يا صبحية؟ شو صاير؟ والله قطعتيلي قلبي. لك يخرب بيتك الهي، عم اقول لك اترك كل شيء من ايدك وتعال. سلام قولا من رب رحيم. لك ما بقدر اجي هلا يا بنت الحلال، عم اقول لك اخذ طلب على درعا. لك الشي اللي صاير يلي صاير ما عم يلحق على التليفون. قوم تعال قبل ما تقول يا حيف يا ندم. ولي على قامتي. ما بينحق على التليفون؟ شلون يعني ما بينحق على التليفون؟ معناته صايره شغله كبيره. ما لك حيوان، قوم تعال. الشغله فيها نصب مشاني. ها شو نصب مشاني؟ نصب مشاني. ولي على خلص، جاي فورا هلا. انا خير يا اخوي، ليش وقفت؟ من شان الله يا ابو مرهيش، ما تاخذني، ما راح احسن وصلك على درعا انا. ول 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 وبتقطعني بنص الطريق يا اخوي. والله قايمه الدنيا وقاعده عندي بالبيت يا ابو مرهيش، ان شاء الله ما تاخذني ببوس ايدك. قايمه القيامه عندك بالبيت؟ ول 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 وشنو صاير عندك بالبيت يا اخوي؟ شنو صاير؟ والله حرمتي ما حكيت لي بالتفصيل شو صاير، بس اللي فهمته انه الامر خطير للغايه، يعني ما بحسن الواحد يتاخر عليه. ها صبحية، وين
صحيني لك ويني؟ رديتك انا اليوم عندي انت وينك ولا عمت يا عم فرحان صوتك انا وين رحتي؟ صحيني ردي عني انا بمشي الحيط وحيط لا دخلي لا دخلي فرنسا ما تمسي على ايدي انت عم تمسي على ارض الزعر يخرب بيتك الهي على العمله خلص اسكتي والله صلاتي يا دني ان شاء الله بيجي شو صاير لك اجت الشرطه وضاربينك موجوده يرحم امك يا صبحيه قولي انك عم تمزح يا لا سيدي لا ما عم بمزح منشان شو طالبتني الشرطه ورحمة أمي ماني عامل شي لك مرفوع فيك جرم أنا خصم يا قليل الأدب تو عليك يا ربي أنا مرفوع فيي أدح وزم أنت لكن أنا يعني أنا وحياة البواري اللي حاطيهم براسك ما بعرف ليش الله وكيلك أنا مظلوم خا شرف اقرأ نفسك مزيك ورجيني شو لك إيه والله مظبوط هي قدح وزم بس ليش مو كاتبين اسم المدعي؟ الزاير حبيبي من خطورة المشكلة اللي انت عاملها وحطي لك اسمه لهذا المدعي ولي؟ ولي عليك يا معروف ولي على أنتي شو عمل بحالي أنا؟ اتذكر حبيبي اتذكر مين قاضي حزامي يا قليل السوق فو عليك لك وطي صوتك شوي يا صبحية والله نخرتي بيدني أنا ماني متشاكل مع حدا الله وكيلك ماني مشاكل مع حدا أساسا هلا لا تلف لا تلف وتدور علي القصة فيها محكمة وين حالك يا معروف؟ هي سجن وغرامة مالية لكن شو حبيبي لكن شو؟ أنا ليش نقطة غطة هيك ومالي حاطة؟ ليش بتحتفك انت الشغل أنا ليش؟ فرحانة بوشك أنا فرحانة بشوفتك يعني إليلي شو ساوي يا صبحية؟ أنا مالي غيرك ومن يوم يومك بتنصحيني بكل شاردة وهردة هلا هي لا فيها لا شاردة ولا وردة المهم أنك تتذكر شغل مخك شوي وتشوف مين قاضح ومين زامن مشان نشوف شلون بنلفلفه للموضوع لك يا عمي عملكن انا ماني قادح حدا يعني ولا متعايد مع حدا يا هون هون جيرانك رفقاتك بالمسلخ بالشغل ولا ما بعرف شو بدي لك ابدا ابدا يا صبحية لا قدحا ولا زمان مع مدوني يا شو الحكي هون لك شلون يعني رح امي هذا المعروف لك يا معروف بوصي لك بوصي رجلك بوصي بالاشياء حيوان تتذكر مش الله تذكر خلينا تخلص من المشكلة بوصي لك ذكرت لك انت ما تفهم ولا؟ كم مرة قلت لك لا تأخر علي؟ بأي جهة سيزوكي؟ كم مرة قلت لك ها؟ كم مرة قلت لك؟ كله اليوم يومين تأخرتهم يا زلمة ضربني من شعري لك فت بوزك ولا؟ أنا قام حكي ما تحكي ولا كلمة أخذ لك سد بوزك ألزق راسك بالحيط والله خلاص إن شاء الله لا تضربني الله يوفقك خلاص شو بدك مو أخذت المصاري ليش عم تضربني؟ أخذ المصاري ثاني مرة علي الحلال علي الحلال أشيل اسمك وأصطبه من النفوس خلاص إن شاء الله لا تضربني إن شاء الله قدامي لا قدامي لا شوف قدامي قدامي ودي أغلطك خبط قدامي لا شوف قدامي 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 هلا معقول يكون أبو عبده هو اللي رافع عن معروض يا صبحية يعني أنت ردت يعني بتذكر اني زورته هيك زورة صغيرة انا وماشي انا ماشي ما في غيرك ليش الزور يعتبر قدح يا صبحية معناها ما في غيرة هاي الزورة هو معتبرها الحزم وليه والعمل يا صبحية دق له على السريع بركي بتحله معه سلمية دق له السلام عليكم اخي ابو عبدو وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مين معاي؟ أنا معروف اللي أخذ من عندك السوزوكاي بكاباية هاي كبيرة هو ماسح رقمي يا عمي وش تقول انت لا ماني ماسح رقمك من الموبايل ما أقدر أمسحه بس هذا الظاهر الأجيال اللي على طلع عليهم يجوز هم ماسحين الرقم من الموبايل جنابك متضايق مني بشي لا ماني متضايق على الضايق عليش أنا أضحك شي لا سمح الله ولك ما خلي بدي أقطعها أبو عبد ولك طيب زميتك أنا بشي حبوبي اسمع من الآخر خبرني وش ودك وراي أشغال وأعمال ما تفتهم؟
يعني عدم المؤاخذة جنابك رافع علي قضية قدح وذم. اسمعت اقول لك، ما هو ابو عبده اللي يدخل الحكومة بينه وبين الثاني؟ انا اخذ حقي بذراعي حبيبي، بيدي اخذ حقي. والله بعرف يا ابو عبده، معروف عنك هذا الشيء، بس في واحد مجهول رافع علي قضية قدح وذم، ما بعرف ليش. من الاخر حبيب قلبي، من الاخر. لا تاخذ وتعطي معايا، قوم انزل على المحكمه وخذ سوي اللي بدك اياه. يلا يلا سلم 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 ورايا شقل. يلا الله معك. يلا السوالف المشلخه، قال العزيان ويشيلون اسمه من الموبايل ويقول لي قدح وذم. اقدح اللي خلفك يعني ولك. طمني طمني، شو فهمت منه؟ طلع مو هو. نصحني أبو عبدو، قال لي روح على المحكمة واسأل مين المدعي عليك. بدك تروح روحك على هالحكي، تروح روحك إلهي، مشان يعفتوك ويدكوك بالحبوس وأنا أقعد لاطش، لاطش عليك من قرنة لقرنة. شوي وليه؟